هنشوف الأول نبذة عن اللي حصل في إسرائيل والنهاردة، وبعد كده نشوف الفيديو صوت وصورة للأمطار. ضربت عواصف قوية وسقطت أمطار غزيرة على إسرائيل اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، وتم إنقاذ 50 طفلا ومدرسيهم ومشرفين بعد أن حصرتهم مياه الفيضانات داخل الحضانة. وتسببت عاصفة ضربت مدينة رامات جان في شلل بحركة المرور والطرق العامة في تل أبيب، كما غمرت المياه السيارات والمنازل في مدينة ريشون لتسيون. وتساقطت الثلوج على قمة جبل الشيخ، ومن المتوقع استمرار الاختناقات المرورية طوال اليوم، ويحاول رجال الشرطة السيطرة على الوضع. ونشرت صحيفة يديعوت أخرونوت توقعات خبير الأرصاد الجوية تساحي فاكسمان، الذي قال إنه من المتوقع أن تكون المناطق التي تتساقط فيها أعلى معدلات هطول الأمطار هي الساحل والشمال، وحذر من اقتراب فيضانات ورياح قوية لم يسبق مثلها خلال الساعات القادمة. ونظرا للسيول التي بدأت تنحدر في الشمال، وضعت بلدية حيفا رجال مرور لإغلاق النفق في حالة الطوارئ، نظرا لما يسببه من مشكلات وقتل السائقين والمارة أثناء الأمطار الغزيرة. النهاردة منطقة سوق شادية في اسكندرية على الترماي ما بين كامب شيزار والإبراهيمية، المنطقة دي غرقت بالمطر، وهنشوف برضو فيديوهات ليها وفيديوهات للسعودية والتركي، حيث تداول رواد مواقع التواصل غرق منطقة كامب شيزار باسكندرية بالكامل بعد هطول الأمطار عليها. ويوضح الفيديو المتداول اللي هنشوفه دلوقتي الشارع السكندري وهو غارق في المياه بشكل كارثي، تسبب في إعاقة حركة المرور وغرق السيارات ذات المستوى المنخفض بحسب وصف رواد مواقع التواصل. صيدلية اجتاحت سيول عارمة مدينة بودروم التركية أمس الخميس 29 نوفمبر 2018 الواقعة على بحر إيجا، مما أدى إلى خسائر مادية كبيرة لسكان المدينة. وسنرى فيديو لها رهيب بعد نبذة عما حدث، حيث هطلت الأمطار بغزارة على المدينة التركية
ووصلت لحد السيول وتسببت في غرق شوارع المدينة السياحية وجرف العديد من السيارات التي كانت متواجدة أمام المنازل. وعرضت قناة ABC نيوز الأمريكية فيديو تظهر خلاله 7 سيارات على الأقل وهي تنجرف بعيدا بفعل السيول العارمة التي ضربت المدينة. وهرعت فرق الإنقاذ وشفط المياه للمنطقة في محاولة لتخفيف الآثار المدمرة للسيول. وهنشوف بعد الفيديو ده اهو. هنشوف بالفيديو صوت وصورة ايه اللي حصل النهاردة في الدمام في السعودية، حيث علقت عشرات السيارات اليوم الأحد 25/11/2018 في أحد أشهر أنفاق مدينة الدمام الواقعة في المنطقة الشرقية، بعد أن فشلت شبكة تصريف المياه الخاصة به في استيعاب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. ودي صورة من الموقع النهاردة، وهنشوف كذا فيديو عن اللي حصل بالظبط. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي السيارات متوقفة داخل نفق شارع الأمير نايف مع شارع الملك فهد، وقد غمرتها مياه الأمطار بشكل متفاوت، وبعض المركبات غمرتها المياه بالكامل تقريبا. وتجمع عشرات الأشخاص فوق الجسر الذي يمر أعلى النفق لمشاهدة السيارات المحتجزة داخل النفق وسط انتقادات للمسؤولين عن تصميم النفق وإنشائه. شاركت فيها الصحافة المحلية التي نشرت تفاصيل تكلفة إنشاء النفق والجسر من فوقه، منتقدة عجزه عن تصريف مياه الأمطار. وعنونت صحيفة سبق المحلية شبه الرسمية تقريرها عن النفق بالقول 34 مليونا لم تشفع لنفق الدمام وكشفته الأمطار، والنتيجة الإغلاق المتكرر، موضحة تكاليف إنشائه التي قاربت 35 مليون ريال، واضطرت أمانة المنطقة الشرقية لإغلاق النفق لحين استيعاب مضخات تصريف مياه الأمطار بالنفق لكميات المياه التي هطلت بغزارة. وقامت الفرق الميدانية التابعة لأمانة المنطقة بنشر مضخات خارجية لسحب المياه من داخل النفق. والنفق مع الجسر الذي يعلوه هو واحد من عدة مشاريع حكومية تم إنشاؤها في السنوات الماضية في مدينة الدمام، وتشمل سلسلة أنفاق وجسور تستهدف انسيابية الحركة المرورية في عاصمة المنطقة الشرقية. ده برضو حد حط على تويتر طريق الملك فهد الدمام وجاي من نفق، منظر مؤسف. وهنشوف فيديوهات بالصوت والصورة دلوقتي. تسبح الله تعالى تسبح، هاي تصوير
تقول حرمة اللي تسبح والله اني سباحة بس الحمد لله تعرف تسبح. ورقة سيارتي الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال. وهذا كله من سوى التصريف، الأحياء كلها غرقانة في المنطقة الشرقية، هذا حي 91. الحمد لله الحمد لله. طبعا هذه السيارة، هذه سيارتي الياس 2017 جديدة.